القطاع النفطي الخاص. هذا القانون فعلا اليوم أنا بتكلمك 14,000 أسرة، يمثل 14,000 أسرة، 14,000 عامل وعاملة داخل القطاع النفطي الخاص. القانون يعطي حقوق ومزايا كاملة للعاملين. اليوم بس خلينا نروح إلى منحنى آخر بشرح مبسط. حاليا الوضع أكثر من 500 شركة موجودة في القطاع النفطي اللي هو الخاص. العقود أكثر من 17 نوع من العقود، المزايا المقرة في اللوائح، وأيضا اللي بعضها ماخذ أحكام تمييز من القضاء ما قاعد تصرف ولا تقدم لإخواننا وخواتنا العاملين في القطاع النفطي الخاص. تهاون بعض الشركات النفطية الحكومية مع المقاولين قاعد ينتقص من حقوق العاملين. اليوم وجدت نفسي أنا ملزم بأن أتقدم بقانون متكامل يضمن حقوق العاملين والعاملات في القطاع النفطي الخاص، وأتمنى فعلا تعاون جميع الزملاء وأيضا الأخ وزير النفط وأيضا رئيس المؤسسة وقيادين النفط والأخوات النواب، أن فعلا إحنا اليوم ننتصر أولا لتحقيق العدالة ومساواة حسب الدستور، وأيضا ننتصر لحقوق ومزايا العاملين في القطاع النفطي الخاص.